وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر السكايب من الرياض الدكتور عبد الله بعشن الخبير الاقتصادي. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. بداية دكتور، كيف تصف النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة من تلفزيوننا الحبيب في مملكة البحرين ومن المملكة العربية السعودية في يوم تأسيسها ويومها الوطني 93. في الواقع المملكة العربية السعودية انطلقت من 2016 وفق الرؤية، مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لا شك في أن هذه الرؤية المباركة اعتمدت في الواقع على تنوع الأنشطة الاقتصادية، فكما هو معروف سابقا المملكة العربية السعودية ودول الخليج عامة تعتمد على مورد أو الموارد الطبيعية التي هبها الله وهو النفط، ولكن وفقا للتغيرات الاقتصادية وحركة السوق أو العرض، ما يسمى بالعرض والطلب، يستلزم الحقيقة النظرة الشمولية والأكثر واقعية بحيث أنه يكون لديك اقتصاد متكامل. المملكة العربية السعودية الحقيقة لديها من الموارد الطبيعية. نعم دكتور، هل من الممكن أن تحدثنا عن التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ الحقيقة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية هي امتداد طبيعي لشعب واحد، فهذا يمكن من أهم العناصر التي تعطي إلى نوع من التقارب. إذا نظرنا إلى التكتلات العالمية الآن سواء في أوروبا أو في شرق آسيا أو في أي مكان، فعملية الترابط المجتمعي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية فهو عنصر رئيسي أنا من وجهة نظري، بالإضافة إلى عملية أعتقد الامتداد الجغرافي وهو جسر البحرين أو كما كان يسميها المفكر العظيم رحمة الله عليه الدكتور غازي القصيبي جسر المحبة، فاختصر المسافات. فلو نظرنا إلى هذا ومن خلال كذلك منظومة مجلس التعاون الخليجي سنجد أنه هناك تكامل قد يكون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ما يميز هذا التكامل الخليجي. الإمكانيات الحقيقة والتحديات الموجودة والفرص كذلك الموجودة في البلدين تتيح لهم إلى بناء شراكة اقتصادية. نعم. اليوم الاقتصاد هو ما يتكلم عنه العالم، اليوم الاقتصاد ما يبنى عليه ما يسمى بالسياسة الناعمة، تقارب الشعوب. كذلك لو نظرنا إلى القيمة المضافة لهذا التقارب بين المملكتين، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، سنجد أنها فرصة الحقيقة لتبادل الخبرات، لفتح أسواق العمل، لفتح الأسواق التجارية، لبناء مجمعات اقتصادية وتكامل اقتصادي في خاصة بعض الصناعات المتشابهة مثل صناعة البتروكيماويات، صناعة النقل. نعم. مملكة البحرين الحقيقة تتميز بموقعها الاستراتيجي ومنافذها إلى العالم، وكذلك المملكة العربية السعودية الآن تتوسع في هذا المجال بإضافة شركة طيران. نعم دكتور عبد الله، في سياق ما ذكرت، كيف ترى مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين؟ في الواقع دائما لنكن واقعيين، النظرة المستقبلية تعتمد على توقعات وعلى احتمالات. لو أخذنا من هذا الإبروش أو من هذا التوجه سنجد أن الاحتمالات والتوقعات للبلدين، الدولتين الحقيقة لديها الآن قيادات شابة، هذه القيادات الشابة لديها الإرادة والعزيمة في تطوير والانتقال بهذه الدول إلى مصاف الدول الكبرى. المملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة العشرين، وعندما تمثل المملكة العربية السعودية فهي تمثل دولة البحرين ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.
لكن لو نظرنا إلى عملية كما تكررت، عملية التوقع وعملية الاحتمالات، سنجد أن هذا التكامل عملية التيسير في كما أشرت سابقا التنقل، عملية العملة تقريبا وهي عنصر رئيسي الآن. سنجد أن العملة الدولتين متقاربة، وخاصة لارتباطهم بالدولار. سعة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية قد يكون هو الاقتصاد، أو هو فعلا الاقتصاد الأكبر على منطقة الخليج. فإذا مملكة البحرين هي المكمل أو تكمل هذه الاقتصاد. البحرين دائما تتميز في الواقع بهي الواحة التي ينظر إليها السعوديين، فهي إذن في مجالات مكملة الآن حديثة أصبحت في المملكة، مثل السياحة والترفيه والثقافة. فهذا عنصر سيضيف إلى نهضة الدولة المملكتين في القريب العاجل بإذن الله. نعم، من الرياض الدكتور عبد الله بعشن الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.